نريد الإجابة عن هذه الشبهة. هناك من نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يكفر من ترك الصلاة، هذا واضح، هذا في كلام صريح، وهذا مأخوذ من الأدلة الصحيحة. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، معناه أنه كافر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالأدلة واضحة على كفر تارك الصلاة. نعم، وليس هذا قول الإمام أحمد وحده، بل معه جمع من الأئمة قبله وبعده يرون هذا الرأي من الكتاب والسنة. نعم.